150,000 نسمة، ومعدل الدخل السنوي للفرد حوالي 118,000 دولار للفرد في السنة، وبالمصري معدل الدخل السنوي للفرد يوصل 2.6 مليون جنيه في السنة. وأخيرا بقى تعالى نشوف ترتيب مصر كان المركز الكام من ضمن المراكز دي. مصر ولله الحمد تيجي في المركز رقم 99، وعدد سكانها الرسمي حوالي 111 مليون نسمة، ومعدل الدخل السنوي للفرد فيها حوالي 12,800 دولار في السنة. والحقيقة أنا مش متأكد إزاي ده بيمثل دخل الفرد في مصر، لأن ده معناه حوالي 1065 دولار شهريا للفرد، يعني حوالي 23,000 جنيه شهريا، وده طبعا الرقم مش حقيقي ابدا. لكن متوسط دخل الفرد في مصر حسب الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء لسنه 2022 هو 28,000 جنيه للفرد في السنه. لكن احب اوضح هنا ان الدراسه اللي اتكلمنا عليها بتحسب مستوى الدخل للفرد على اساس الناتج المحلي الكلي للدوله بكل هيئاتها ومؤسساتها ورجال الاعمال واصحاب الملايين اللي فيها، وبتقسم الناتج المحلي ده على عدد السكان، فبيطلع لنا الرقم اللي احنا شفناه ده، وهو مش منطقي خالص. بس كده يا سيدي، لو عجبك الفيديو يا ريت تدعمني بمتابعه ولايك وشير، وشكرا لكم، سلام.